شيل واحد من اللبات يعني. يبقى طبعا الاجابه بتاعت السؤال ده 10 0 22 0 0 ماسكت 22 الاجابه رقم 2. اللي بعده وحش كويستشن 57. السؤال ده في الاي بي فيرجن 6 معلش دخل هنا غلط. ويتش كوماند انيبلز الاي بي فيرجن 6؟ طبعا اي بي فيرجن 6 يونيكاست داش راوتنج مش موضوعنا يعني، ده في الاي بي فيرجن 6 ان شاء الله لما نيجي نحل اسئله الاي بي فيرجن 6 هحطه فيه. يبقى 57 مش معانا دلوقتي. 58 ويتش كوماند انكريبتس اول بلين باسوردز؟ مين الامر اللي بيشفر البلان؟ بلان يعني واضح. البلان باسوردز سيرفيس باسورد داش انكريبشن من على اليوزر مود من على البريفليج مود، ولا سيرفيس مسافه باسورد داش انكريبشن من على الجلوبال كونفيجريشن مود، ولا باسورد داش انكريبشن من على الجلوبال كونفيجريشن مود، ولا باسورد داش انكريبشن من على البريفليج مود؟ طبعا الاجابه رقم بي سيرفيس مسافه باسورد داش انكريبشن من على الجلوبال كونفيجريشن مود. ده يعني وحش. given ان اي بي ادرس اللي اسمه 172.16.28.252 واذا سبنت ماسك اوف 255.255.240 وات از ذا كوركت نتورك ادرس؟ ولا اي حاجه. طبعا 2 اس 0 اذكرك الطريقه اللي احنا كنا بنسهل بيها معرفه الماسك، ان احنا كنا بنقول 2 اس 0 ب 1، 2 اس 1 ب 2، 2 اس 2 ب 4، 8 16 32 64 128، وكنا بننزل 128 هنا ونجمع عليها ال 64 فتدينا 192، ونجمع عليها 32 وننزلها هنا فتدينا 224، اللي كنا بنجمع عليها ال 16 وننزلها هنا فتدينا 240، ونجمع عليها ال 8 وننزلها تبقى 248، ونجمع ال 4 وننزلها تبقى 252، ونجمع ال 2 وننزلها تبقى 254، ونجمع عليها الواحد وننزلها تبقى 255. هو بيقول لحضرتك ان الماسك 255 يعني 8 بت، 255 يعني 8 كمان يبقى كده 16، 240 ال 240 اهي يبقى 17 18 19 20 يعني كان الماسك بتاعي 20. طيب اوكي، والاي بي 172 هنزلها زي ما هي مش هفكها مش هتفرق معايا، ال 16 هنزلها او ال 16 بت ما يفرقوش، الاوكتت الثالثه هي اللي تفرق اللي هي 28. طبعا ال 28 هي 0001، 28 يبقى 1، 16 8 24 و 4 28 00. وبعدين دونت كير، انت بتقول لي ان الماسك بتاعك 20 يبقى في 20 بت ماليش دعوه بيهم، ادي 16 17 18 19 20، حط الباقي بصفار يديك النتورك اي دي. طبعا لما احط الباقي بصفار يديني 172 16 16 0 ماسك 20. اه يبقى ده النتورك اي دي. هو بيقول لك ايه النتورك اي دي؟ اسئله السبنتنج ده يعني راجع لي الفيديو اللي انا حاطه على الشانل لو انت مش متذكر كنا بنحل اسئله السبنتنج ازاي. ال 16 الثانيه دي هو بيقول لي ماسك 20، عديت 20 بت حطيت الباقي بصفار، علشان احنا عارفين ان النتورك اي دي هو اللي الهوست بت فيه بصفار، فحطيت الهوست بت بصفار بقى 16 16 0. يبقى النتورك اي دي بتاعي هو 172 16 16 0 اللي جاب رقم ايه؟ ده يا وحش. You are working in a data center environment and are assigned the address range 10.188.31.03/23. You are asked to develop an IP addressing plan to allow the maximum number of subnets. خلي بالك الموضوع مش subnetting بس، ده بيقول لك انا عايز الماكسيمم نمبر اوف السبنتس اكبر عدد من الشبكات. With as many as 30 host each، كل واحده يبقى فيها 30 host. Which IP range meets this requirement؟ طبعا سؤال عادي جدا، عايز 30 هوست، مفيش حاجه اسمها 30، في حاجه اسمها 32. ال 32 2 بس؟ استلفهم ولا اسيبهم؟ اسيبهم. من اصل 32 يديني ماسك 27. ال 27 اللي هي 255 255 255 ال 24 25 26 27 يبقى اللي اخره 224.
هو عايز 27. مش مدينا كمان بالبيضة. يبقى الماسكي 27 هو اللي يحل المشكلة. الإجابة رقم. اوكي؟ مينا؟ تمام؟ اللي بعده وحش؟ كويستشن 61 بيقول لحضرتك The network administrator needs to address a 7 LAN. عايز 7 شبكات. في حاجة اسمها 7؟ في حاجة اسمها كام؟ 2 أس؟ أستلفهم ولا أسيبهم؟ أستلفهم. أنا بحل بناء على الشبكات دلوقتي. أستلفهم على أصل كام؟ بيقول لحضرتك address 7 LANs Reversion 1 is the only routing protocol in use on the network and the subnet 0 is not being used with the maximum. What is the maximum number of a usable IP address? يقول لك ايه اكبر عدد من ال usable IP. خلي بالك ال number of the IP 2 اس الهوست. ال number of the usable IP 2 اس الهوست بس 2 ال usable IPs يعني الايبيات اللي هتستخدم يعني اللي هتاخدها اجهزه يعني ال number of devices. What is the maximum number of the usable IP addresses that can be supported on each LAN if the organization is using only one class C address block. طيب هو class C اللي هو ماسكه كام؟ 24. احنا اتفقنا هنستلف كام بت؟ على 24. يبقى الماسك الجديد هيبقى 24. كل شبكه هيبقى فيها كام اي بي؟ 2 اس الهوست. 2 اس المتغير عندي كام بت هوست؟ 5. 2 اس الخمسه ب 32 ناقص 2 يبقى عدد اليوزابل اي بيز 30 اي بي. الاجابه رقم C. واضح يا رجاله؟ شويه يا شباب. ريهام هو بيقول لك ان هو عايز يعمل 7 شبكات. قلنا ان 7 مفيش حاجه اسمها 7 في 8 اللي هي 2 اس 3 يبقى هستلف 3. بيقول لك لو احنا شغالين اونلي 1 نتورك كلاس سي. طب ما هو كلاس سي يعني ماسكه 24 واحنا قلنا هنستلف 3 بت يبقى الماسك الجديد 27. هو بيقول لك وات از ذا ماكسيمم يوزابل ادريسز ان ايتش لان. كل شبكه منهم هيبقى فيها كام يوزابل ادريس يعني فيها كام ديفايس. انا متبقي عندي كام بت؟ 27 ل 32 5. هم دول الهوست 2 اس الهوست ب 32 ناقص 2 يديكي 30. يبقى 30 اللي جاب رقم سي. ده ما يعرفش. كويستشن 62 What is the global command? ايه هو الامر الجلوبال؟ هل هو command that set once and affect the entire router؟ هو الامر اللي بيكتب مره واحده وبعدين ياثر على الانتاير راوتر؟ ولا هو command that is implemented in all foreign and domestic iOS versions؟ هو اللي بيتعمل على كل الدومستيك iOS versions على كل الفيرجنات من الايOS؟ ولا هو command that is universal in applications and support all protocols؟ هو امر بيسبورت كل البروتوكولات وهو يونيفرسال؟ ولا هو كوماند ذات از افيلبل ان افري ريليز اوف اي او اس ريجاردنج اوف ذا فيرجن اوف ذا ديبلويمنت ستاتس؟ هو الامر اللي بيشتغل على كل الاي او اس. بصوا يا جماعه تقريبا يعتبر نفس الحاجه بس هو المقصود دومستيك يعني الغريب مش الاليف بتاعي. بصوا يا جماعه النتورك بدايتها ما كانتش زي ما احنا بنشتغل كده. في البدايه خالص في الاي او اسز القديمه كان هو مود واحد بس اليوزر مود ده هو اللي بيتعمل من عليه كل حاجه. ما كانش فيه يوزر وبعدين بريفليج وبعدين جلوبال كونفجريشن وبعدين سب كونفجريشن وبعدين بي تي واي. لا 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 كانت كل حاجه بتتعمل من هنا. وبعدين لما علم النتورك بدا يتضخم وبدا يدخل فيه ناس كتير فبدا هو عايز يعمل اثورتي لناس وناس لا، ان حد يقدر يعمل حاجه وحد ما يقدرش يعمل حاجه ثانيه. فقام مقسم الى ليفلز اليوزر مود ناس معينه هي بتقدر توصل له، البريفليج، الجلوبال كونفجريشن اند سو. فالجلوبال كوماند الحته اللي انا شرحتها دي بتغير لك بيوتي. بيقول لك هو الكوماند طبعا احنا عارفين ان الجلوبال كوماند هو الامر اللي بيتكتب على الجلوبال كونفجريشن مود. طب ما هو في فيرجنز اصلا من الاي اس ما كانش فيها الكلام ده، كانت كلها يوزر مود. يبقى مش كل الفيرجنز من الاي او اس من الانترنت وركينج اوبريتنج سيستم بيشتغل عليها الموضوع بتاع الجلوبال كومن. طيب ايه ولا سي؟ سي هو امر بيسبورت اول بروتوكولز. لا هو في اوامر بتشتغل مع الاي بي بس.
في اوامر بتشتغل مع اي دي اكس، في اوامر للابل توك. الموضوع مش هي ايه هو كوماند سيت وانس اند افكت اول ذا انتاير سيستم. بقول لك ايه، هو انت لما بتيجي من على الجلوبال كونفيجريشن مود وتقول هوست نيم كايرو، الراوتر ده خليت اسمه كايرو، لما بتطلع على اليوزر مود بتلاقي اسمه كايرو ولا لا؟ مش بتبقى على كايرو اكبر؟ طب وانت على البريفليج مش بيبقى كايرو هاش؟ وانت على الجلوبال مش بيبقى كايرو جلوبال كونفيجريشن؟ وانت على السب مش كايرو كونف داش سب انترفيس او انترفيس او ايا كان؟ يبقى هو امر اتكتب مره واثر على الراوتر كله في كل حته فيه. يبقى هو الكوماند ذات السيت وانس انا افكت ذا انتاير راوتر. يا من يحش question 63 which will fix the issue and allow only a ping to work while keeping the tunnel zero. عذرا ده سؤال لاب 63 ده سؤال لاب، مش عارف ايه اللي دخله في ضمن الاسئله دي. عتيب عتيب ده سؤال اللاب بتاع الاكسس كنترول ليست الاختياري، مالكش دعوه بيه. كده كده هنعمل محاضره هنحل فيها اسئله اللابات، وانا كده كان مسجلها اصلا فيديو ورافعها على الشات. ده سؤال لاب. اللي بعده برضو لاب. كمل كمل كمل. ده الاكسبلانيشن بتاعه 64 ده برضو على فكره لاب. كمل بالراحه بقى عليا من 65 كده. بيفور انستولينج، السؤال ده حليناه المره اللي فاتت بصراحه، مش عارف انا لما لقيته المره اللي فاتت مع بحل مع الناس الاولانيين استغربت يعني. بيفور انستولينج ا نيو ابجريدد فيرجن اوف ذا اي او اس، قبل ما بتحط اي او اس جديده، وات شود بي تشيكد on the router and which command should be used to gather this information. قبل ما نحط iOS جديدة ايه اللي مفروض نتأكد منه وايه اللي بيديني المعلومات دي؟ ها الاماونت في الرام، سوري الاماونت في الابلابل الرام، الاماونت في الابلابل الفلاش، الفيرجن اوف ذا بوتستراب. محتاج اعرف مين يا جماعه الاماونت في الايه؟ الابلابل فلاش اندريب، لان قلنا الاي او اس وهي بتتحط بتتحط جوه الفلاش، ولما الراوتر بيشتغل بتتسحب بتحط فين؟ في الرام. طيب ومين الكوماند اللي بيوريك مساحه الفلاش والرام؟ شو فيرجن، شو بروسيس، شو رانينج كونفيج. طبعا قلنا الكوماند وعملناه في اللاب شو فيرجن. ده ما ينفعش، يبقى الاجابه بي ودي. وده برضو اتحل قبل كده. Which two locations can be configured as a source for the iOS ML and the boot system command؟ ممكن الاي او اس تتجاب منين؟ من الفلاش ميموري او من التي اف تي بي سيرفر. تمام علينا قبل كده سي بي النتورك ادمنستريتور تشينج ذا كونفيجريشن ريجستر تو، خلى قيمه الكونفيجريشن ريجستر 0 اكس يعني بالهكسة 2 1 4 2. احنا قلنا الديفولت انه 2 1 0 2 صح، وكنا قلنا ان الرقم ده ريسبونسبل فور ايه، الاي او اس ولا الكونفيجريشن فايل؟ الكونفيجريشن فايل. قلنا لو الرقم ده بزيرو يبقى الكونفيجريشن فايل فين؟ في ان في رام او في تي اف تي بي سيرفر. ولو الرقم ده باربعه يبقى كاني بعمل باسورد ريكفري، يعني كاني باباي باس الان في رام، يعني كاني بطنش الان في رام، يعني بدخل من غير ما اعدي على الكونفيجريشن الموجود. طيب يقول لحضرتك ان النتورك ادمنستريتور تشينجز ذا كونفيجريشن ريجستر تو 0x2142 اند ريبوت ذا راوتر، طفى الراوتر وقال تاني. وات ار تو ريزلتس اوف ميكينج ذيس تشينج تشوز تو. الاي او اس امج ويل بي اجنور، هيطنش نسخه الاي او اس، ولا ذا راوتر ويل برومبت تو انتر انيشال كونفيجريشن مود، هيدخل من البدايه خالص، ولا ذا راوتر ويل بوت تو روم، هيبوت من الروم، ولا any configuration enters ان ال ان بي رام ويل بي اجنور. ها الاجابه رقم كام كام؟ بي ودي. اولا هو هيدخل على الانيشال كونفيجريشن مود اللي هو هيقول لك would you like to enter the initial configuration dialog، ما عندوش configuration فيبدا من البدايه، واي configuration موجوده في ال ان بي رام هيطنش، يبقى بي ودي. نكست كام يعني؟ هيدخل يدور على الـ على الكونفيجريشن فايل في الان في رام، لو ما لقاش في الان في رام يروح يدور في تي اف تي بي سيرفر، لو ما لقاش في تي اف تي بي سيرفر يقول يبقى ما فيش اصلا كونفيجريشن ويبدا من الانيشال كونفيجريشن. خلاص هيحمل. ريفير تو ذا اكزابت ذا نتورك
The networks connected to router R2 have been summarized as يقول لك الشبكات اللي عند R2 اتعمل لهم summarization، فبقى الثمن بتاعهم 192 168. اسمح لي بعد اذنك افك ال 176 لان الماسك لحد 21، تمام؟ فال 176 طبعا هاخد ال 128 من 176 يبقى 8 من 16 8 و2 من كام؟ ويت 168 هنشيل منهم 108 176 يبقى 8 وكم؟ يبقى 48. طبعا 48 دي اللي هي ال 32 ب 16 الماسك 21. بص انا من غير ما افكر انا مش مستني اعرف هو عايز ايه، بس هو مجرد ما اداني اي بي وماسك انا عن نفسي بحب اعمل كده، اقوم عارف اول حد في الاي بي هات دي مين واخر حد في الاي بي هات دي مين. الماسك 21 ادي 16 17 18 19 20 21. يبقى اول حد في السمري هو 192 168 176 زيرو، واخر حد في السمري ان انا احط دول بكام؟ بواحد. يبقى 1 و2 3 و4 7 7 زائد 176 يبقى 183 صح؟ يبقى اخر حد في السمري هو 192 168 183 255. لا مش زيرو، انا هحط الباقي كله بوحايد والاكسات دي هتبقى بوحايد فتبقى 255. يبقى كده السمري من ده لده. طيب يقول لحضرتك refer to the existing network connected to router R2 has been summarized as الكلام ده اهو root and sent to R1. الشبكات اللي على R2 اتعمل لها summarization وبعتت ل R1 which two packet destination addresses will R1 forward to R2. مين من اللي جايين R1 هيقوم باعتها بقى R2 لو المعلومه مبعوته لحد من الناس المعلومه. ارفع كده ولينا الاختيارات choose two. معنى السؤال بيقول لك ان الشبكات اللي هنا اتعمل لهم سمري واتبعت السمري لده السمري اهو. بيقول لك لو في معلومه وصلت لده راح لاي ديستنيشن هيقوم باعتها لار 2 لو المعلومه مبعوته لاي حد من الناس المعمول لهم سمري. ها اختار اثنين يا وحش. 192 168 194. ال 194 معانا في رينج؟ لا احنا من 176 ل 183. بي ماشي ومين كمان؟ بي ودي وفي اي كمان وفي اي. على فكره اي طبعا صح لان 179 معايا من 176 ل 183. وبي صح لان 183. على فكره بصوا بقى احقاقا للحق انا شايف ان 183 طبعا بس هو بس اصلا طب ليه دي المفروض تبقى اهو 183 255؟ لان دي دايركت برودكاست دي مش لوكال برودكاست دي مش 255 255 255 255 واحنا متفقين ان الدايركت برودكاست راوتر بيعديه. هو مش مختارها بيتهيألي ان هو مش مختارها علشان دي برودكاست فيقول لك ان البرودكاست مش هتعدي من الراوتر. اللوكال برودكاست ما بتعديش من الراوتر لكن الدايركت برودكاست بتعدي منه. بس احنا في حاله زي دي لو جالك السؤال ده هتختار مين؟ بي لان بي وي 100% صح. دي هو بص لها على انها برودكاست مش هتعدي انا بقول لك انها هتعدي بس ايه؟ كبر دماغك يبقى هنتعامل مع مين؟ مع بي. بس لو قلت تشوز 3 كنا هنختار الدي اخرى. ليه سي مش معانا؟ سي 159 احنا اديتنا 176 دي قبل الرينج ما هو عشان 255 تمام؟ طيب نيجست يا وحش سؤال 69 ده حاجه اساس لوج ونت فلو اس ان ام بي لسه ما شرحناهاش مش عارف برضو ايه اللي دخل في الاسئله دخل بالغلط ولا ايه؟ ده يا وحش تاني ده اخر سؤال 69 مش كده؟ يبقى كده خلصنا كامل اسئله الانترودكشن افصل ونبدا فيديو جديد مع اسئله ايرور.